بالأمير نواف بن فيصل قام بزيارة تفقدية اليوم إلى مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، يتفقد من خلالها آخر التعديلات والإجراءات التي تمت بخصوص هذه المدينة. كان الخوف من التقل اللي موجود فوق، الوزن اللي فوق كان حوالي 170 ألف طن. أيوة. خفيناها حاليا، المحور الواحد فيه قرابة 5 طن، يعني بنسبة يمكن 10% من الوزن الأساسي الإجمالي حاليا. الثقب بالفايبر جلاس الجي ار بي، وده المعمول بيه حاليا في كل سباقات العالم. وتم عمل الأجزاء دي فترة لا تتجاوز 4 شهور على الإزالة وإزالة المخلفات والترميم الأعلى وترميم الأعمدة وتركيب الفايبر جلاس. ان شاء الله تعالى خلال الشهر الحالي بنكون منتهين من كامل العمل، وبيكون الملعب جاهز لاستقبال الجمهور شهر بشكل كامل. شهر من الان ان شاء الله. ترى هذا خلاص احنا بنقول كلمه وقدام الكل اكثر من شهر، انت الزمت نفسك اكثر من شهر ان شاء الله، باذن الله اقل باذن الله واقل باذن الله. اهم شيء ضمان سلامه الجمهور، هذا اهم شيء، وجماليه طبعا الشكل وتصليح. انا عارف اللي فهمته انه لما طاح بعض الامور من التصليح تكسر بعض الرخام، فامل هذا برضه يصلح. احنا مش هنخرج من هنا غير وكل حاجه احسن من مكان. انا اتمنى ان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله بيوصلك. على العموم يا انا بزور، انا امكنني ولا الاخوان بيجون بعد شهر غير متابعه اليوميه من الاخوان هنا في المدينه. احنا بنتمنى لان شوتك يعني شوتك الله يخليك. انا لا ببيكم شوتك، ببيكم تخلصوا.